بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فقيه الحاج مستشار رئيس الفيدرالية السيد ياسين كوري. هي اليوم راك حاضر في هذه المنافسة الفردي الشامبيونا دالجيري اي لا كوب دالجيري، اعطينا الانطباعات تاعك والحضور تاعك في الفيدراليا الحضور تاعنا السيد الرئيس أعطانا الثقة، وهذه الثقة لازم نحافظوا عليها، لأن الأمانة ماهيش سهلة. وحنا الحمد لله الطموح تاعنا باش إن شاء الله نقضوا على الآفات الاجتماعية، باش الشباب درنا لهم إعلان باش يجوا يحضروا ويتفرجوا، باش ندخلوا لهم الرياضة في الجسم تاعهم، باش حنا خصنا وهران كعيال الشباب يمارسوا الرياضة، وهما إن شاء الله يكونوا الخليفة تاعنا إن شاء الله. لقنا للتكوين، حنا رئيس الفيدرالية يحوس التكوين، لأن الجمعية تكون رابطة ورابطة تكون فيدرالية. حنا اليوم نحتاج إلى التكامل لا إلى التآكل، نحتاج اليد في اليد. حنا الحمد لله الرئيس الفيدرالية دائما يوصينا على الصلح والمشم، لأننا كلنا ركاب سفينة واحدة، إذا غرقت السفينة سيغرق الصالحون والطالحون. واليوم نحتاج اتحاد قوة، والحمد لله تاني رئيس الجمهورية المحترم السيد تبون يحوس الحمد لله ينزل الشباب. احنا باش نكونوا الخليفه ان شاء الله، ولازم هذه رئيس الجمهوريه الحمد لله يحوس كل الولايات ان شاء الله في كل المجالات، لازم تكون حاجه فظوعة ان شاء الله. هنا الطموح تاع رئيس الفيدراليه وين يحوسك من الافاق والبرنامج اللي عمله؟ وانت بدك راك عايش معاه كل شيء شنو ولا الطموح؟ الحمد لله كما رئيس الفيدرالية الحمد لله المسؤوليات الفيدرالية بين أيدي نظيفة والأمينة. الحمد لله الذي جعل الأمانة في أعناق الرجال وجعلها مسؤولية لمن أداها وأعطاها حقها نال الأجر في الدنيا والآخرة. الحمد لله الكاراتي بين أيدي نظيفة وأمينة. السيد ياسين غوري بدون مجاملة كلمة الحق تقال. الحمد لله هذا الرئيس بطل وصانع الابطال. الحمد لله ما نجموش نتكلموا فيه، لان كنت نتكلموا فيه انا حاسدينه. احنا هذا الرئيس يحوز للشم، والحمد لله اللي بدا يتكلم على الصلح، ورابطه تكون جمعيه، الجمعيه تكون رابطه، ورابطه تكون فيدراليه. احنا الحمد لله نحتاج اليوم التكامل، هو الهدف تاعه يحوز ان شاء الله الاعلام الجزائر في كل المحافل الدوليه، ان شاء الله تكون الكاراتيه يكون في المستوى ويكون في المرتبه الاولى، ما يحوش على المرتبه الثالثه والرابعه، لان خاش الحمد لله انا كان هو يتحصل على كل المراتب الاولى دائما، هو يحوس ثاني يكون الخليفه تاعه، الشباب هذا ثاني يتحصل على المرتبه الاولى. والحمد لله التنظيم هنا كان في المستوى مع السيد المدير التنظيم السيد يوسف بدون مجامله، كان في المستوى، والانسان الحمد لله انسان عنده علم وعنده شهادات وعنده اخلاق، لان ما قيمه العلم وانسان ما عندهش اخلاق. الحمد لله سيرها باخلاقه وبالصبر، وكل واحد اعطى حقه، وحنا نحتاج مسؤولين في الاتحاد يكمل. والحمد لله انا مع المكتب التنفيذي تاع الاتحاديه، الحمد لله انا كخوت ونتشاور وما نديرو حتى حاجه بلا رئيس الفيدراليه. الحمد لله توجو نعرفوا بلي عندنا مسؤول، وانسان انسان ربي سبحانه وتعالى وحطها في القران، انسان اطيعوا الله واولو الامر بينكم، انسان اللي يحب الله لازم تاني عمليا ليس بمجرد كلام. حنا عندنا مسؤوليه، لازم قرار توجو نعطوه لرئيس الاتحاديه هو تاخذ القرار النهائي. اي بارك الله فيك.